الاهلي قصدهم على عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الاولمبي ولاعب نادي الاسماعيلي، لاعب مميز قد يكون من الاسماء المطروحه يعني، لكن ما فيش اي مفاوضات مع اي نادي من الانديه يعني لسه. الكابتن، موقع الكابتن بيتكلم على تصريحات على لسان امير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي، قال ان ظهير الشرطه العراقي خارج حساباتنا ولم نفكر في ضمه اساسا، قصده على اللاعب علاء مهاوي، وكان خرج كلام امبارح ان اللاعب الاهلي هيقترب من التعاقد معاه، الكلام ده غير حقيقي اطلاقا يا جماعه، وده اللي اكده كمان امير توفيق. الشروق ناصر ماهر وتصريحاته، قال ان انا رحلت عن الاهلي بسبب دوري ابطال افريقيا ومنتخب، الراجل اتكلم على ان هو ما كانش مقيد افريقيا فبالتالي كان نفسه يشارك، فايضا قرر ان هو ياخد فتره اعاره عشان يشارك بشكل اساسي فيكتسب المزيد من الخبرات ويرجع النادي الاهلي باذن الله تعالى. الفجر الرياضي، وهنا بيحاولوا يعني يستشفوا اللاعبين اللي هيتعاقد معاهم النادي الاهلي في الموسم الجديد، فيقول لك تشكيل النادي الاهلي، ويعني جانب تحليلي الناس بتحاول تتكلم وتستنتج بعض الامور الهامه يعني. طيب دي كانت بعض اخبار الاهلي في المواقع، انا هروح لفاصل، بعد الفاصل ينضم لي ضيفي العزيز الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير، وكلام باستفاضه في بعض الملفات الهامه على الساحه الرياضيه المصريه والعالميه، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي. استنونا بعد فاصل.